إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. محاضرة بسيطة كده علشان نقدر نتخيل إزاي إشارات الألم أو إزاي إحنا بنشعر بالألم لما يبتدي يحصل أي مشكلة في العمود الفقري، إزاي دماغنا بتشعر بالألم. عندنا لما بيكون في أي قصة سواء موجودة في الفقرات القطنية أو العنقية أو الصدرية أو أي مكان في جسم الإنسان حقيقة، تمام، هناخد مثال على ده دلوقتي عندنا اللي هو الفقرات القطنية. حصل أي مشكلة في الفقرات القطنية، حصل انزلاق غضروفي، حصل ضيق في القناة العصبية، حصل تزحزح فقاري، ده يبتدي يخلق إشارات، تمام. الإشارات دي بتبتدي تطلع للمخ. طبعا الحاجات دي بتحصل في ملي سكند، يعني في ملي ملي ملي، سبحان الله الخالق، يعني تمام في ثانية الإشارة بتطلع، طبعا مش بالبطء اللي احنا شايفينه دوت، للمخ، وبتقول للمخ ان في مشكلة في المنطقة دي. المخ هو الكمبيوتر بتاعنا، وهو اللي بيفصص كل التفاصيل، تمام، وهو اللي هيقول الغضروف ده هيوجع الناحية اليمين ولا الناحية الشمال، الفقرة المتحركة دي هتوجع الناحية اليمين ولا الناحية الشمال. يعني اللي انت شفته في الإشاعة ده مجرد شكل، مجرد فيه غضروف، لكن مين اللي هيشعر بأن فيه ضرر واقع؟ هو المخ، المنطقة المركزية، المخ. والمخ ده هو اللي هيبقى عارف ده هيبقى يمين، ده هيبقى شمال، ده هيبقى تنميل، ده هيبقى شكشكة، ده هيبقى حرقان، ده هيبقى ألم في الظهر مع الرجل، تمام. المخ هو اللي بيحدد كل ده. فرصة ان احنا يعني نفهم بعض الناس. احنا دلوقتي شفنا ايه؟ احنا دلوقتي شفنا ان حصل ضرر في المكان، ابتدى يطلع اشارات للمخ، والمخ هيبتدي يترجم الاشارات دي ويعملها بروسيسنج ويرجع اشارات الم في الاماكن اللي هي تضررت، فعليا تضررت. طيب في بعض المرضى بيكون عندهم الم مركزي، يعني المشكلة في المخ ده، في مشكلة هنا. طب المشكلة دي ايه؟ المشكلة ان مفيش اشارات الم وصلت للمخ، لكن المخ تهيأ له ان في اشارات الم، يبتدي المخ يفصصها وهي اشارات خاطئة ويبعتها للمكان اللي هو تخيل ان فيه ضرر. عشان كده ممكن مريض يجي يقول لك انا ظهري بيوجعني، ونعمل اشعاعات ونعمل حاجات وما نلاقيش الم. انا دراعي بيوجعني وبينمل، نعمل اشعاعات ونعمل تحاليل وكل حاجه وما نلاقيش الم. اي مكان في جسمه بيألمه ويوصف الم، يوصف الم حقيقي، لكن لما بنيجي نكشف عليه ونشوف ما بنلاقيش الم، فبنقول له ده الم مركزي. ما بيفهمش يعني ايه مركزي، بنقول له ده الم نفسي، يعني جه من النفس بتاعتك انت، ما عندكش حاجه، لكن نفسك اللي هي في مخك هنا بتصور ان في الم. طبعا الناس ما بتفهمش الكلام ده خالص، وبيقولوا يعني احنا مجانين، يعني نروح لدكتور نفسي؟ والله يا دكتور انا عندي الم، انتوا مش مصدقيني. هو نفسه ليه؟ ده نتيجة ثقافة المجتمع. بتكون المشكلة مركزية هنا، مفيش اشارات ضرر طلعت للمخ، لكن المخ رجع اشارات الم في مكان مفيش منه اي ضرر. نيجي بقى للشكل بتاعنا بعد اشارات الالم ما بتطلع المخ ويحصل لها بروسيسنج، تبتدي تنزل على المكان، هو بقى يحس ناحية اليمين، يحس ناحية الشمال، هو بيترجم كل ده، وبيحصل عندنا كرونيك بين أو الألم المزمن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.